السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع معا حل مسائل محجوز الحيود للصف الثاني عشر العلمي منهاج دولة الإمارات العربية المتحدة. نقرأ المسألة. محجوز حيود فيه 4525 شق لكل سنتيمتر، مثل ما ذكرت في المسألة السابقة. هذا يمثل مقلوب دي سمول، إذا علينا نطالع دي. إذن دي تساوي للسنتيمتر على 4525، دي وتساوي سنتيمتر عبارة عن 10 سالب 2 متر على 4525. إذن دي وتساوي، نستخدم الآلة الحاسبة بنحسبها، دي بتكون عبارة عن 2.210 ضرب 10 والسالب 6 متر. إذن هذه دي. نتابع قراءة المسألة. أضيء بأشعة الشمس المباشرة ينشر الطيف ينشر الطيف ذو الرتبة الأولى. إذن هذه العبارة على الطالب الانتباه إليها. الرتبة الأولى معناتها M تساوي 1، على شاشة بيضاء معلقة على حائط في الجهة المقابلة للمحجوز. الطلب ألف، على أي زاوية يظهر الضوء الأزرق إذا كان طوله الموجي؟ إذن هذه لمدة، لمدة للضوء الأزرق. وعلى أي زاوية يظهر الضوء الأحمر إذا كان طوله الموجي؟ هذه لمدة ريد. وبنطبق نفس القاعدة السابقة، نكتب المعادلة الأساسية دي ساين سيتا تساوي ام في لمدة. كونه طلب زاوية إذا نكتب سيتا وتساوي لساين والسالب 1 ام في لمدة على دي. منعود بالنسبة للأزرق، سيتا بالنسبة للأزرق وتساوي لساين والسالب 1. كون قال لي الرتبة الأولى إذا ام بتاخد 1، لمدة للأزرق 4.22 مضروبة في 10 والسالب 9 تحويل من نانومتر إلى متر، على دي اللي طلعت معنا 2.210 في 10 سالب 6. نسكر القوس كامل وتساوي بالحساب، تطلع عنا هذه الزاوية بالنسبة للأزرق 11.0 درجة. نفس الطريقة للأحمر وتساوي، ما في داعي نكتب المعادلة الأساسية الأولى، منعوض مباشرة M أيضا 1، اللي اختلف الطول الموجي 6.55 في 10 سالب 9 على 2.210 في 10 سالب 6. منسكر القوس، الزاوية بتطلع 17.2 درجة. هذا بالنسبة للأحمر. ونكون خلصنا هذه المسألة، بتمنى تكون وضحت لكم.